مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار العقارية. أكد وزير التجهيز نور الدين السلمي خلال أشغال الاجتماع الأول لمجلس البنايات المدنية المنعقد الأسبوع الفارط على ضرورة تركيز توجهات عامة تهدف إلى تطوير الإجراءات والتقنيات المتعلقة بإنجاز مشاريع البنايات المدنية، بالإضافة إلى بلورة إجراءات عملية لتحفيز مختلف المتدخلين في قطاع البنايات ولتصميم وإنجاز مباني تقتصد في الطاقة والماء وتواكب آخر مستجدات التكنولوجيا في ميدان البناء، وتستجيب أيضا لمقتضيات البناء الإيكولوجي والمستدام يرتقي لتطلعات المواطن التونسي ويحافظ على الخصوصيات المعمارية والعمرانية والحضارية لمنطقة تركيز المشروع. في إطار تنفيذ قرارات بلدية القيروان، قامت وحدات مركز الشرطة البلدية بالجهة التابعة للفرقة الجهوية بالقيروان بتنفيذ 3 قرارات هدم لبناء بدون رخصة بالمدينة العتيقة، وقرار إيقاف أشغال، وتنفيذ 2 غلق لمحل صنع مرطبات، وتحرير عدد 2 محاضر اقتصادية. توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2020 بنسبة 2.2%، علما وأن الحكومة التونسية اعتمدت عند إقرار ميزانية 2020 نسبة نمو في حدود 2.7%. وجاءت توقعات البنك الدولي ضمن تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر خلال شهر جانفي 2020، وفي انتظار إصدار هياكل الإحصاء في تونس الأرقام المتعلقة بنمو الاقتصاد التونسي لكامل 2019، والذي كان ارتفع بنسبة 1% فقط خلال الربع الثالث من العام المنقضي حسب معطيات للمعهد الوطني للإحصاء. وتلتقي النسبة التي وضعتها الحكومة التونسية لسنة 2020 2.7% مع نسبة النمو التي يتوقعها البنك العالمي لتونس خلال العامين المقبلين، أي 6.2% خلال سنتي 2021 و2022. تعلم بلدية كندار جميع الراغبين في الحصول على مقسم سكني بجنان كندار أن يتقدموا بمطالبهم لدى الإدارة الجهوية للوكالة العقارية للسكنة بسوسة IFH مع التنصيص على اسم المقسم جنان كندار، خاصة بعد أن تم إسناد عدد مرجعي لهذا المقسم. كما أكد رئيس بلدية كندار علي بن ميم أن الملف الفني والمالي لمشروع التهيئة جاهزان والملف العقاري بصدد الختم، هذا وستبدأ التهيئة مباشرة بعد مصادقة المتدخلين العموميين للربط بمختلف الشبكات. تولت اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة الأراضي الدولية ببنزرت تنفيذ قرار تحويز الضيعة الفلاحية برج 7-2 بماطر والبلغ مساحتها 430 هكتار وإعادة تسويغها لفائدة باعث ومستثمر جديد من مواطنين بالخارج لمزيد دعم إنتاجيتها وتوظيفها تنمويا واجتماعيا. تتهيأ مصالح ولاية الجزائر للإعلان عن حصة كل بلدية من صيغة الترقوي المدعم ومن ثم الشروع في تنقيط الملفات قبل نشر القوائم النهائية للمكتتبين المقبولين من طرف لجان الدوائر عبر 14 بلدية من ولاية الجزائر. هذا وعلمت مصادر مسؤولة بالولاية أن مشروع إنجاز 10,000 مسكن ترقوي مدعم تم الشروع في تشييدها ببعض البلديات بمجرد اختبار الأوعية العقارية التي منحت لبعض المقاولين الذين بشروا في أعداد الدراسات الهندسية والمعمارية والمدنية على أمل الانطلاق الفعلي مباشرة بعد انتهاء الدراسات. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.